كنيستنا اسمها كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسترد بين قوسين المحمة، نسبة إلى استحمام السيد المسيح من البئر المقدسة الموجودة في الكنيسة. البير هو موجود من ساعة ما المسيح جه هنا أرض مصر، وميته غير أي مية موجودة، طعمها حتى مختلف تماما، وهي مية صالحة للشرب. ناس كتير قوي بتيجي علشان تاخد المية دي من أماكن بعيدة جدا، لأن المية بتعمل معجزات حلوة وجميلة مع ناس كتير قوي، مسيحيين ومسلمين وأجانب من كل حتة في العالم بيجوا للكنيسة هنا علشان يشوفوا هذا البئر اللي أنبعه السيد المسيح. هو في رأيين بيتقالوا، بيقول إن البير كان موجود والسيد المسيح باركه، والرأي التاني بيقول إن السيد المسيح هو اللي أنبع البير. بالنسبة كمان في المغارة، ودي المكان اللي اختبأ فيه العائلة المقدسة لما كانت هربانة من فلسطين لأرض مصر، اختبأوا فيها من الرومان. الفترة اللي قعدوا فيها عندنا هنا في مسترد التقليد بيقول إن هي 3 أيام، فعلوا 3 أيام دولت في المغارة ويشربوا من البير، وكانوا طبعا بيأكلوا كمان في هذا المكان المقدس، علشان كده هذا المكان له شأن كبير قوي. التفجير اللي حصل ما أثرش خالص على الموضوع، بل بالعكس ده زاد الإقبال على الكنيسة، والزيارات أصبحت بكثافة أعلى بكتير قوي قوي قوي، فدي بركة كبيرة. وكان طبعا التفجير دوت احنا بنقول ان هو معجزة، كان من سنة تقريبا، وهذا الشخص كان جاي عشان يفجر نفسه جوه الكنيسة، لكن ببركة العذراء انفجر لوحده من غير ما اي حد يقرب له، فدي احنا بنقول ان هي معجزة من الست العذراء ان هي حمت المكان بتاعها او كنيستها، ودايما نقول ان الست العذراء عايشة معنا هنا في مسترد. محمود ابو اليزيد من مسترد من هنا. لا هو اولا احنا متعودين في مسترد هنا ان كل سنة عندنا مولد العذراء. انا واحد من الناس كنت طلبت من ابونا كاهن الكنيسة قبل كده ان انا اتطوع للكشافة في الكنيسة هنا لخدمة عيد العذراء. هنا في مسترد عامة هتلاقي ان المسلمين العدد يعتبر مساوي للمسيحيين نظرا لمكانة الست العذراء عند المسلمين حتى في الدين الاسلامي. وهنا زوار طبعا بيجوا من اخر الدنيا، وكل يوم بيجوا بالالوفات، وطبعا التابور بيبقى زحمه والدنيا تبقى زحمه، طبعا بيخشوا من اول التابور من اهوت بياخدوا الميه، وبفرحانين بيها طبعا ومبسوطين بيها لان دي معجزات مع ناس كتير قوي، وطبعا بينزلوا تحت المغاره بياخدوا بركه المغاره، واكيد طبعا نزلتوا وشفتوها بياخدوا بركه المغاره تحت، وبعد كده بيطلعوا بيخشوا الكنيسه بيحضروا النهضه جوه والتسبيحه زي ما انتم سامعين برده جوه. انا جاي النهارده زرت العذراء بصراحه، انا كنت تعبان وجيت زرت العذراء، فلما دخلت البير بتاع العذراء وشفت شويه طمانيه حسيت نفسي انه انا مرتاح تحت الله يا عذراء، من النور توقف معانا الله يا عذراء.